وسهلا أعزائي طلاب الصف العاشر، سأتعرف الآن في درسنا الأخير عن التيارات البحرية، تكوينها، العوامل المؤثرة فيها، وأهمية هذه التيارات البحرية. تعرف بداية التيارات البحرية على أنها حركة مستمرة وموجهة للمياه البحرية تحت تأثير قوى معينة. إذن تعريفها حركة مستمرة وموجهة للمياه البحرية تحت تأثير قوى متعددة. السؤال الثاني بيجي، ما هي القوى التي تؤثر في التيارات البحرية؟ عندنا العديد من القوى اللي بتأثر في التيارات البحرية. 1 الرياح، 2 الأمواج البحرية، أمواج البحرية بس متكسرة، 3 قوة كوريليوس، 4 جاذبية القمر، و5 الاختلاف في قيم ملوحة المياه البحرية ودرجة حرارتها. كل هذه العوامل تعمل على تكوين التيارات البحرية. هلا كثير من هاي العوامل بتخلي حدوث هاي التيارات انها تحدث على سطح الارض. بداية الدفع الناتج من الرياح السطحية، بما انه الرياح هي السبب الرئيسي في تحريك المياه على صورة التيارات البحرية، هاي التيارات السطحية بتتحرك بشكل يتوافق مع حركة نطق الرياح. يعني كيف بتتحرك الرياح وبالاتجاه اللي بتتحرك فيه الرياح بتتحرك بالضبط في هذه التيارات البحرية، وبتتوزع بشكل كبير على سطح الكرة الأرضية. في مركز أساسي للتيارات البحرية في منطقة الشبه مدارية عند دائرة عرض 30 شمالا وعند دائرة عرض 30 جنوبا بالضبط. هدول الدائرتين بسميهم الدائرتين الشبه المدارية، هم فيهم مركز تحرك التيارات البحرية. تتحرك التيارات البحرية مع اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، وبتتحرك بعكس اتجاه عقارب الساعة في نصفها الجنوبي. طبعا باعتمادا على ايش؟ اعتمادا على قوة كوريليوس اللي اخذناها بالفصل الاول، اللي كانت بتحرف الرياح شمالا نحو اليمين في جهة سيدنا محمد في النصف الشمالي، وبتحرفها نحو اليسار في نصف الكرة الجنوبي. هلأ هو بيجاوب لنا على هذا الشيء، بيحكي لنا أن الاختلاف في حركة اتجاه التيارات يتأثر بوجود قوى معينة بتأدي إلى أنها تحرف حركة التيارات البحرية، وأيضا بتولد حركة للتيارات السطحية. من أهم هذه القوى هي قوة كوريليوس اللي سبق وذكرت لك إياها، أنها بتأدي لانحراف حركة الرياح على اليمين في نصف الكرة الشمالي وإلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي بسبب دوران الأرض حول نفسها. تسهم حركة التيارات البحرية السطحية الناتجة بفعل الرياح في تسهيل حركة السفن واختصار المدة الزمنية للسخرقة في رحلاتها البحرية. عشان هيك كثير من اللي بيطلعوا في رحلات السفن بيتجهوا حركة التيارات البحرية، بيتجهوا بيمشوا مع حركة التيار، يعني بدل العناء انهم يشغلوا السفينة ويحركوها، وين في اتجاه حركة الرياح بيمشوا من خلال اتجاه حركة التيارات حتى تسهل عملية مسير رحلتهم وبتقلل عليهم المدة الزمنية، لأن حركة التيارات البحرية بتكون سريعة. هون بحكي لك تقسم التيارات البحرية إلى نوعين أساسيين، 1 التيارات البحرية الباردة وهي القادمة من المناطق القطبية، مهم جدا أنك تحفظها وتفهمها. إذا نوع التيارات بحري بارد بتيجي من المناطق القطبية، أو تيارات بحرية دافئة تأتي من المناطق الاستوائية، تمام؟ هلا التيارات الدافئة شو بتعمل؟ بتدفي أي منطقة أو ساحل بتمر عليه. على عكس على التيارات الباردة، أي مكان بتمر فيه بتحمل على خفض درجة حرارة المياه. أما العامل الآخر وهو عامل اختلاف كثافة المياه. طيب شو اللي بيؤدي لعنا اختلاف كثافة المياه؟ إذا بتتذكروا في دروسنا الماضية حكينا إنه كثافة المياه بتتأثر في، خلينا نحكي، كمية المواد الذائبة فيها. كل ما زادت كمية الماء الملوح أو الأملاح الذائبة في الماء تزداد كثافة الماء. بالتالي لو نظرنا إلى هنا، نظرنا إلى عنا، خلينا نحكي، إذا بنلاحظ حركة المياه بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، تمام؟ إذا بتلاحظ هون إنه البحر الأبيض المتوسط متوسط درجة ملوحته 39% 39 جزء لكل 1000 جزء، أو نحكي 39%، أما متوسط ملوحة مياه المحيط 35000 جزء لكل جزء. طيب مين هون عندنا أعلى؟ اللي كانت أعلى كثافته هو البحر، مياه البحر الأبيض المتوسط، بسبب اختلاف هاي الملوحة واختلاف الكثافة بين هدول البحرين أو المسطحات المائية سينشأ بينهما ما يسمى بتيارات الكثافة، واللي راح تدفع المياه من البحر الأبيض المتوسط بشكل سفلي تنزل. تلاحظوا أن حركة المياه بتطلع هون عندنا مضيق جبل طارق بفصل بينهما بين المحيط الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بتنزل هاي المياه من الناحية السفلية زي كأنها مكونة تيار سفلي وبتندرج تحت هاي المياه،
أما المياه المحيط الأطلسي بتعمل تيارات علوية رأسية علوية وبتتجه نحو البحر الأبيض المتوسط، لكن أي منهما رح يزداد ارتفاعه؟ اللي رح يزداد ارتفاعه أكثر هو المحيط الأطلسي، لأنه كثافة الماء اللي بتيجي عليه أعلى منه، فبتعمل له حجم زيادة وكتلة زيادة، فبيرتفع إلى الأعلى بشكل أكبر من مياه البحر الأبيض المتوسط. فبالتالي كلياتنا نعرف إنه المحيطات أكثر عمقا من البحار. نأتي الآن لنتكلم عن أهمية التيارات البحرية. التيارات البحرية لها أهمية جدا جدا كبيرة وكتير بتفيد الحياة على سطح الأرض. بداية خلينا نحكي على أول أهمية. تقوم التيارات البحرية الغنية بالأكسجين المذاب بتزويد قاع المحيط بالأكسجين الضروري للكائنات الحية لتعيش في الأعماق، وبتسهم في عملية توزيع الحرارة. لاحظنا قبل شوي كيف إنه التيارات بتعمل تيارات كثافة، التيارات الكثافة برضو بتندمج فيها الحرارة، فبتتصل توصل الحرارة إلى إيش؟ الاتزان. ممكن تيجي تيارات يعني إحنا حكينا أي تيار مائي دافئ بيجي على منطقة باردة بدفيها، وإذا كان بارد جاي على منطقة دافئة شو بيعمل فيها؟ ببرد درجة حرارتها. إذا عن طريق كيف؟ طب كيف هاي التيارات الباردة؟ طبعا إنها نعرف شغلة إنه كمية هاي كلكم بدك تعرفوها المعلومة، بدكم متذكرينها، إنه كل ما كانت الماء بارد نسبة الأكسجين اللي بتدوب فيه بتكون أكبر، فبالتالي التيارات الباردة بتكون حاملة كميات أكسجين أكبر من التيارات الدافئة. عشان هيك أي مكان بتحل فيه التيارات الباردة بتزود هاي المنطقة بالأكسجين، خصوصا إذا كانت جاية على قاع المحيط، فالكائنات الحية بتعيش وبتعيش في هاي المنطقة كتير بتساعد في معيشتها. غير إنها بتوزع التوزيع الجيد للحرارة وبتنقل الدفء إلى سطح الأعماق. أما بالنسبة إلى التيارات الصاعدة بتقوم بحمل الفسفور والسيليكون من الأعماق إلى السطح، وتحمل كميات من ثاني أكسيد الكربون. يعني وهي طالعة على الأعلى بس الكائنات الحية تنفست وتأخذ منها ثاني أكسيد الكربون وبتحمله معاها لأكثر. وهاي اللي خلينا نحكي الفسفور والسيليكون ضرورية لحياة العوالق البحرية النباتية. طبعا العوالق البحرية النباتية شو بدها ثاني أكسيد الكربون للقيام بعملية البناء الضوئي، إذا هي بتساعدها على صنع غذائها وبتشكل غذاء أساسي للعوالق الأخرى وما يتغذى عليها. طبعا اللي بتغذى على العوالق البحرية هي الأسماك، إذا تعد أماكن التيارات الصاعدة من أهم مناطق الثروة السمكية. نيجي نحكي هسه على التيارات البحرية الدافئة اللي بتعمل على تدفئة السواحل، سبق وذكرناها. التيارات البحرية التيارات الباردة شو بتعمل؟ بتبرد السواحل وبترتب عليها اختلاف في درجات الحرارة اللي بتقع عند دوائر العرض نفسها. فبيحكي لك السواحل، مثال أعطيك مثال، السواحل الغربية لأوروبا الشمالية بسبب تيار الخليج الدافئ اللي بيجي عليها يكون أدفأ بكثير من السواحل الشرقية لكندا وشمال الولايات المتحدة، بتأثر بتيار اسمه لاباردور. هذا التيار لاباردور البارد شو بيعمل؟ بخلي مياه الساحل الغربي لا تتجمد في أي شهر من شهور السنة لأنه هو دافئ وهي بتكون باردة، فبيعمل اتزان بالحرارة فيها. فعشان لو إنه ما بيجي هذا التيار على هاي المناطق كان الحركة عند هاي الموانئ بتتسكر لأنه كانت جمدت المياه فيها، لذلك لا تتوقف حركة الموانئ في حين تتوقف الملاحة شتاء في المناطق الكندية المقابلة لأنه ما بيوصلها هذا التيار الدافئ. أيضا تسهم التيارات البحرية الدافئة في اعتدال درجة حرارة سطح الأرض بنقلها الحرارة من أماكن الفائض الحراري الاستوائي إلى أماكن العجز، يعني زي كأنه بيعمل اتزان في توزيع الحرارة. التيارات البحرية دائما حركتها بتكون موجودة لأنه هي بتتأثر بحركة الرياح بقوة كوريليوس، فهي دائما موجودة على سطح الأرض ودائما ثابتة. تمام، فهاي بما انها دائما شغالة شو بتعمل؟ بتوازن بين درجات الحرارة على سطح الأرض، فما بتخلي في أماكن فيها عجز. فإذا تأثير التيارات البحرية يؤثر أيضا كمان في رطوبة الهواء، فالرياح اللي بتمر على تيارات دافئة إلها قدرة أكبر على حمل بخار الماء من الرياح اللي بتمر على تيارات إيش ما على الرياح اللي بتمر تيارات باردة. إذا الرياح اللي بتمر على أي مكان في مكان تيار دافئ بتحمل معها بخار الماء، بالمقارنة إنها لو مرت على تيار بارد ما تستطيع أنها تحمل. لذلك لما تحمل معاها بخار الماء وتنقله إلى مكان آخر، إذا وجدت يعني مثلا مكان بارد بترمي فيه بخار الماء، شو بصير فيه؟ بخار الماء بتكاثف على شكل غيوم، فبتتسبب في سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل اللي بتهب عليها. لذلك بيعد تيار الخليج مصدرا لمياه المطر الغزير أينما مر. يعني معروف وين بيجي تيار الخليج، معروف إنه راح يمر عندنا هون يسقط عندنا أمطار. آخر شيء نحكي عن التقاء التيارات الباردة.
كثير بتسمعوا إنه هاي المنطقة، هاي منطقة فيها بيصيدوا السمك بشكل كبير جدا جدا، هاي المنطقة غنية بالأسماك، هاي المنطقة غنية لطاعون الصيد بروحوا كلهم عليها. ليش؟ لأنه هاي المنطقة فيها سبب، سر يعني بجنن. شو هذا السر؟ إنه بيلتقي التيار البحري البارد مع التيار البحري الدافئ. عند التقائهم هدول التيارين مع بعضهم البعض بيحدث عندي ضباب وبتنصهر الثلوج، فبتؤدي إلى إنه التيارات الدافئة بتبرد وبتدفئ التيارات الباردة، تعمل على تدفئتها، فبتصير تعتدل فيها الحرارة. بس تعتدل فيها الحرارة بتترسب المواد العالقة فيها، بس تترسب هاي المواد العالقة بتكون محتوية على الكثير من الغذاء والمعادن، فهاي المواد والعيدان هي غذاء للأسماك، فبتتجمع هاي الأسماك عند هاي المنطقة، فبتعد هاي المنطقة من أهم أماكن الصيد الأسماك في العالم. إذا بحكي لك يؤدي إلى تكون الشواطئ البحرية تتجمع عندها الأسماك، وتعد مناطق التقاء التيارات البحرية الدافئة بالباردة أغنى مصائد الأسماك في العالم. إلى هنا أعزائي الطلبة، أتمنى أن نكون قد أوفينا حقكم في المادة. أي سؤال إن شاء الله نستقبله منكم، أرجو منكم أنكم تقوموا بحل الأسئلة، وأي سؤال إن شاء الله ما رح أقصر معكم. يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستماع، وأتمنى أن يكون فكرة الدرس وصلتكم. ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.